قراءاتهم ممكن تكون عكسية عند الأشخاص اللي عندهم ممكن حسد وطاقات سلبية كبيرة، فممكن تكون القراءة عكسية بالنسبة لهم، لكن اللي طاقتهم عالية نوعا ما وإيجابيين متفائلين هاي الفترة راح يكون القراءة مش عكسية بالنسبة لهم، راح تكون عليهم هم أكثر. برج السرطان، ما كنت محظوظ آخر فترة، ما كان أبدا الحظ معك بالفترة القديمة، كان في تهور باتخاذ قرار واندمت عليه بالفترة الماضية. عم بشوفك بتطلع من جرح معين، أنت عم بتطلع حالك بإيدك من هذا الموضوع، ما لقيت حدا يساعدك أو يسمعك في هذا الموضوع. عم بشوف بالدراسة في نجاح، في تفوق، عم تطلع من مرحلة لمرحلة أعلى، عم تعجبك وعم أهلك يكونوا فخورين فيك في هاي التطور التقدم. ممكن يكون بالنسبة للي عم يشتغلوا الأمور تمام، راح تكون ما في تغييرات كتيرة في شهر، في تغييرات بسيطة اللي هم من الأشخاص اللي حواليك المقربين، ممكن إنه حدا يبعد عنك، أنت تبعد عنه في الشغل. عم بتكون حذر كثير في علاقاتك في شهر تموز، وكأنك حصلت على حكمة معينة أو عم بتكون حكيم أكثر من بعد التهور في إنه أنا بحكي كل إشي، كنت تحكي كل إشي تأمن لك لكثير ناس في الشغل، لكن بهاي الفترة عم تعزل حالك عنهم، عم بتفكر في نجاحك وتطورك أكثر في العمل والدراسة. مبين في سفر، في طاقة سفر وتغيير مكان، إما تغيير مسكن أو تغيير البلد اللي أنت فيه لإلك أو للشريك، ولكن السفر عم بيكون جماعي، يعني مش أنت لحالك، ممكن يكون أكثر من شخص مسافرين مع بعض معك أنت، وعم بتكون تاخد قرار شوي صعب وأكنه قرار مصيري بيخص الشغل، إما إنك عم تحصل على شغل تاني أفضل، عم تقرر إنك تترك الشغل القديم وتروح للفرصة الأفضل. عم بتفكر كتير بمصلحتك بهاي الفترة، وعم تترك اللي بده يحكي اللي يحكي واللي بده يعمل يعمل، عم بتركز أكتر في موضوع الشغل، عم تشتغل على موضوع فيه نوع من الفلوس، عم تتعامل مع فلوس وكأنك بنوك، في معاملات في بنوك، في معاملات مالية، عم تكون المادة بتطغى أكثر شيء على الفترة الجاي، عم بتجمع تحاول تجمع فلوس وعم تنجح في هذا الإشي، لكن في صعوبة شوي في الموضوع، لكن عم بشوفك محظوظ على صعيد الشغل، وكمان حتى في الدراسة مبين في نجاح حلو، عم تشرق الشمس عندك من بعد ظلام كان أو غموض، عم بلف الشغلات اللي كانت حولك، عم بيكون في وكأنك عم بتشوف الأشخاص بطريقة جديدة، عم بتغير تعاملك مع الأشخاص اللي حواليك، رفقاتك ممكن يكونوا أو زملائك، ف عم بتغير طريقتك مع الكل، وكأنك عم بتعيد هيكلة كل الأمور، كل العلاقات اللي أنت فيها. مبين إنه في شخص كان موجود في الشغل وكأنك عم تخلص منه.
هذا الشخص أو شخصين حتى ممكن يكونوا عم يختفوا من الشغل، أو إنه طاقتهم عم تختفي، كانت مؤثرة عليك لكن بهاي الفترة طاقتك رح تكون إيجابية وعم تغلب على كل الورق. خلينا نشوف العلاقة العاطفية، العلاقات العاطفية للعزاب. أول إشي خلينا نشوف، لأنهم مظلومين معانا، ما عم نعطيهم كتير توقعات، هيك عم تحكولي بالتعليقات إنه كله للمنفصلين وكذا وللمرتبطين. طب والعزاب وإحنا عم نستنى؟ مبين عندك في علاقة قديمة طلعت منها والآن أنت بعيد كل البعد عن هذا الشخص، خلص صرت أعزب 100%، ما عم تستناه. في حياة جديدة عم تستناك حبيبي، حياة جديدة بكل ما تعني الكلمة من معنى. في تغير على جميع الأصعدة، لكن كله في سبب واحد، وأكنه في حياة جديدة، زواج، ممكن يكون السفر اللي طلع معانا من قبل، ممكن تسافر مع شريك مستقبلي هو يكون في بلد تاني، أو ممكن تسافروا بعد الزواج في السفر. يعني البعض منكم ما رح يكون يعني يستقر بعد الزواج في البلد نفسه، رح يكون في سفر، راح تسافر. يمكن الشريك المستقبلي أو الجاي في حياتك هو كتير أنت قريب من هاي المرحلة، عم تقرب منها شوي شوي. طاقتك عم تزيد السرطان، يعني بكل الورق كنت في طاقة سيئة، وعم بتغير من تفكيرك، عم بتغير من العادات اللي أنت كنت متمسك فيها، عادات سيئة أو أفكار سيئة أو طريقة تفكير سيئة، أو ممكن إدمان معين عم تطلع منه. عم تكون الفرصة كتير كبيرة في هاي الفترة إنك تطلع من هذا السم، أو ممكن يكون الإدمان اللي أنت كنت فيه. طبعا الإدمان مش يعني إدمان اللي هو، ممكن يكون على كتير شغلات، مش بس الإدمان بيكون تدخين مخدرات هاي الشغلات، لا، ممكن يكون تفكير بطريقة معينة تعود عليها عقلك الباطن لدرجة إنها مسيطر عليك بطريقة مش طبيعية كانت. الآن عم بتحاول، أو أنت فعلا تركت هذا النوع من التفكير. ممكن إدمان على الأكل، إدمان على كذا كان موجود عندك، والآن عم بتغير. بالفترة الماضية كنت تشتري كتير أشياء بلا طعمة، يعني مش محتاجها، لكن عم بشوفك عم هاي الفترة عم تتعامل مع الفلوس بحذر، وهذا إشي كتير حلو. الحظ ما عم يلعب هداك الدور في الفترة الجاي، لازم تبذل جهد شوي، تندمج أكثر في الأجواء اللي حواليك، تترك العزلة اللي أنت كنت فيها. عم تنسى، عم بشوفك خلص يعني ولا كأنه صار إشي معك، عم تبدأ حياة جديدة. ممكن تكون بشايرها أو بوادرها، ممكن تكون احتمال كبير في شهر 7. طاقات أكثر إشي عم تكون هوائية، ممكن تكون مائية برضو، أبراج ترابية، ممكن عذراء، ممكن جدي لبرج السرطان، ممكن ثور حتى مبين كمان. بس أكثر إشي الهوائية، فممكن يكون من برج هوائي هذا الشخص الجديد. على فكرة أنت سمعت عنه، أو يمكن ما شفته، أو بس سمعت عنه أو بتعرف عنه شغلات، يعني هو مش شخص جديد 100%، ممكن يكون قريب إلك أو بالشغل قريب منك.
لكن هو مش جديد 100% هذا الشخص، ممكن تكون عارفه من قبل، ممكن يكون من القديم جاي، من الفترة القديمة كان موجود في حياتك تركته، وممكن ترجعوا من طاقة هوائية عم بيكون أكتر إشي. إذا في حياة جديدة للعزاب عم تستناهم، فكونوا يعني مبسوطين وسعيدين، إن شاء الله الخير في الطريق. خلينا نشوف للأزواج وللناس المرتبطين اللي هم مع بعض، مش تاركين مش منفصلين، للأشخاص الغير منفصلين. إن شاء الله كمان الورق يكون حلو زي العزاب. إذن هاي القراءة لشهر تموز برج السرطان. حبايبي، بالنسبة للأزواج في نوع من البعد بيناتكم رح يصير بناء عليك أنت أو الطرف الثاني بده يبعد شوي، لكن مش طلاق للأزواج. لا، ما في ورق الطلاق أو شيء بدل على الطلاق أو الانفصال، لكن في نوع من البعد، بس أنتوا لحالكم في هاي، مش مبين عندي علاقة ثلاثية، أو حتى لو كان في علاقة ثلاثية ما لها تأثير، ما ظهرت أبدا في الورق. في شوية مشاكل بس مع الأولاد، في ولد عم بيغلبك من أولادك، في مبين حمل ممكن يكون خلال شهر 7، في حمل حتى عم تتسرع الأمور، عم تفكر بالاسم من أول، يعني هذا يعني كنت استناه من فترة طويلة، ومسمي الاسم وعامل اللي هو جو للمولود الجديد. بتخيل كنت مخطط هذا الموضوع للحمل في هذا التوقيت. حبايبي، إذن الأزواج ما في شي بخوف، لكن في شوية طاقة بعد بينك وبين الحبيب، لكن مش عن مشاكل كبيرة، لكن في طاقة ملل بيناتكو، أو عم بتحاولوا تجددوا الحب عن طريق البعد ثم المصالحة، ثم يعني هيك عم ببين انه عم بتحاولوا تغيروا في العلاقة، عم بتحسوا بالملل، يمكن من ازعاج البيت، ازعاج الاولاد، الطرف الثاني عم بيكون كتير منزعج من البيت، عم يهرب لاجواء تانية، اما مع الاصدقاء او بالشغل، عم بيلهي حاله. طبعا القراءة ممكن تكون عكسية، بس الحب موجود، الحب موجود بشكل كبير، وكأنه هدول الأشخاص يعني أخذوا بعض أساسا عن حب. عم تتغلب العاطفة أكتر بشهر تموز على المنطق بتفكيرك، عم تكون كتير عاطفي، عم تحسب الأمور أكتر العاطفية. خلينا نشوف الأشخاص المرتبطين المش متزوجين. مبين انه في مشاكل عم تنتهي، في قصر عم يستناك، او بس هو بعيد شوي، خلينا نكون صادقين، هو بعيد شوي. عم تتحرك احيانا الامور عكس ما انت بدك اياها بشهر تموز، لكن حلو انك يعني عم تخلص من مسؤوليات، عم تخلصوا من شوية تراكمات بناتكم، ولكن الطريق عم بتكون طويلة. خلينا نشوف إذا في احتمالية زواج. هذا الشخص جرحك، جرحك هذا الشخص، وهاي الشغلة مأثرة عليك، و
عم تسيطر عليك هاي الفكرة كتيرة، ما عم تنسى قد ما الطرف الثاني عم بيحاول إنه ينسيك هذا الموضوع، ما عم تنسى. أنت بالفترة الجاي كتير عم بتفكر بسلبية نوعا ما تجاه العلاقة. عم يعني إذا كنت مفكر حالك إنه أنت على أرض صلبة، لكن الآن في أمور عم تحدث، أنا شايفة في مشاكل في الموضوع، لكن ما في انفصال، مش مبين إنه في انفصال، لكن التنين أنتوا عم بتكونوا حذرين في هاي العلاقة، ما عم تكونوا قريبين كتير من بعض، ما عم تخبروا بعض كل إشي بيصير معاكم، في غموض عم تخلقوه أو الطرف الثاني عم يخلقوه، أو ممكن اتنيناتكم يعني راح تكونوا مشكلجيين بالفترة الجاية، بتميلوا أكتر للمشاكل أو بتكونوا منفعلين خلص إنه بس. شوف يعني بالأخير في نهاية، في ممكن يكون في ارتباط وأولاد وبيت، في كتير احتمال إنه تجتمعوا. حتى شوف يعني كمان هذا الكرت كتير روعة، هذا الشخص ممكن يكون مائي أكثر إشي مبين عندي. للمتزوجين ما ذكرنا، الناري بيغلب وممكن مائي برضو. إذا في شوية مشاكل عند المرتبطين، لكن في مستقبل حلو لهاي العلاقة، وكأنها عم تصفوا حساباتكم مع بعض وتبدوا صفحة جديدة على بياض. خلينا نشوف للمنفصلين، إذا حبايبي اللي عم يستنوا لهم فترة طويلة، طبعا أنا ما عم بحكي عن فترة سنين، للناس اللي تاركين من مثلا أقل من سنة أو سنة وشوي، مش يعني اللي هي سنين لا، أو أشهر أو أسابيع، اللي هي فترة مش كتير طويلة. إذا برج السرطان شو مستني؟ شوف أول كارت اللي هي الطاقة القديمة اللي كانت موجودة، كلها كروت بتدل على عذاب. كان في أطراف داخلين في الموضوع كانوا يغلبوك بالفترة الماضية، أو كانوا يأثروا على الشريك بطريقة من الطرق. هدول الأشخاص ممكن يكونوا علاقة ثلاثية، وممكن يكون شخص آخر من الأهل أو الأقارب أو كذا. ما كان عم يكون في أبدا استقرار في العلاقة اللي بيناتهم، ما كنتوا أساسا على وفاق لما كنتوا مع بعض، أبدا ما كان في تفاهم، كان في خوف من جهتك ناحية الشريك حتى وأنتوا كنتوا مع بعض بالفترة الماضية. بالفترة الحالية عم بشوف شوية تأخير في موضوع الرجوع، يمكن من عندك أنت أو من عنده، لكن في فكرة جديدة، في خبرية رح توصلك تطمنك، في إشي إيجابي. لكن أنا بحكي لك ما تغلب الأوهام، كون كتير حكيم. عم بشوفك حابب تطلع من هاي العلاقة أو تنسى خلص موضوع الشريك الآخر، لكن الطرف الآخر، لكن لا، مش مبين عندي إنه رح يستمر هاي الطاقة عندكم. رح يكون في مبادرة حلوة هيك بطريقة جديدة ما كنت أنت متوقعها أو متصورها. رح يكون في من بعد هذا التأخير ومن بعد العزلة، أنت انعزلت عن كتير ناس الفترة الأخيرة،
بسبب علاقتك العاطفية، ولكن عم توصلك بشاير وأشياء حلوة عن الموضوع. لكن رجوع كرجوع راح يكون في بوادر أو في بداية لحل الأمور بيناتكم، لكن الرجوع ما راح يكون بالأسابيع الأولى من شهر تموز، ممكن يكون في نهاية الشهر لبرج السرطان. لكن في أخبار حلوة عم توصل عن الشريك، إما ترك العلاقة الثلاثية اللي أنت فيها أو هو كان فيها، القراءة ممكن تكون عكسية، أو إنه شيء تاني ممكن يوصلك من الشريك وعم يفرحك. إذا طاقة البعد والانعزال عم تنتهي بينك وبين الشريك، حبايبي المنفصلين والمتمسكين في الطرف الآخر عم بيفكر فيك حبيبي، فكون مطمن. رح نشوف نصايح من الكون أو من الطاقة الكونية، شو ممكن تكون هاي النصائح، احنا ممكن نكون محتاجينها بهاي الفترة لحتى نعرف ايش مستنينا او الطريقة اللي لازم نفكر فيها. نصائح ممكن تكون من انواع كتيرة، يعني مش برج السرطان عم ببشرك بالخير، بس عم بحكي لك اترك ادمان معين او فكرة معينة انت كنت متشبث فيها، فكرة سلبية، ابعد عن التشاؤم، في خير بالطريق، ما تضلك عم تلف على يعني عم تبلش يومك وكأنه بتشاؤم وتنهيه بتشاؤم. فعم يحكي لك كون متفائل، كون محب للحياة لأنها هي رح تحبك. في كرت حلو، عم بحكي لك بالفترة الجاي تهدى شوي، ما تحاول تفتعل المشاكل لأنها رح تخرب عليك، وخاصة في العلاقة العاطفية. وكأنه عم بيحكي لك الطرف الثاني راجع، فما تعمل أمور أو تحكي عليه بطريقة سيئة، تحفظ خط الرجعة وتكون اللي هي شوي هادي، ما تحكي لحدا أو بسوء عن الطرف الآخر، لأنه وقت ما يرجع رح يحاسبك إذا أنت غلطت فيه بالبعد. إذا هذا كل إشي بين عنا لبرج